بك أعلقت يدي ولنيل عطاياك بسطت آملي فأخلصني بخالص توحيدك واجعلني من صفوة عبيدك يا من كل هارب إليه يلتجي وكل طالب إياه يرتجي يا وحجابه مرفوع لراجي أسألك بكرمك أن تمن علي من عطائك وتقر عيني من رجائك وترزقني محبتك وتأخذني إليك بألطاف عنايتك يا أكرم مسؤول ويا خير مامون يا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم مناجات. مناجات استرواح وجداني نستوفز به القلوب ونهز به الهمم علها تفزع لحضرة الحق سبحانه فتتوب في التائبين وتطلب في الطالبين فتسجد داعية وتخر ملبية وتعلو مناجية. وإذا دجا ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص وخاب فيها الآمل وأيست من وجه النجاة فما لها سبب ولا يدنو لها متناول يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه وأنت عنه غافل وإذا رضيت فكل شيء هين وإذا حصلت فكل شيء حاصل ها قد أتيت وحسن ظني شافعي ووسائلي ندم ودمع سائل فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه توفيقا لما ترضى ففضلك كامل. أعزائي المشاهدين الأفاضل، يقول الحبيب المصطفى الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا يعني
أن القلب هو محط نظر الله من العبد، ولكي تزكو مناجاته وتقبل عبادته لله سبحانه وجب عليه أن يطهر قلبه من كل النقائص والرذائل، وأعظمها الغل والحقد والبغض والحسد، فهي قواطع للوصلة بالله، موانع للفضل من جهته. فلا ينفع عند الله إلا القلب السليم. وأفضل ما يزين به العبد قلبه بعد حب الله ورسوله وحسن الظن فيه حب الخلق والرحمة بهم، وهما خلقان من أخلاق الله يا سعد من تخلق بهما. قال صلى الله عليه وآله: تخلقوا بأخلاق الله. ولذلك جعل الله شرط الإيمان التحاب في الله. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. وجعل أفضل خلقه عنده أرحمهم بهم، قال جل شأنه كما ورد في الحديث: الراحمون يرحمهم الله، ومن لا يرحم لا يرحم. وجعل أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله، وأفضل المتحابين أشدهما حبا لله. وقال: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. وقال أنهم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. وقال سبحانه في حديث قدسي: حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتصافون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتبادلون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي. أعزائي المشاهدين، دين الله تعالى دين المحبة والرحمة للخلق وبالخلق أجمعين. فمعاملة الله تعالى محبة، ومعاملة رسوله محبة، ومعاملة الوالدين محبة ورحمة، ومعاملة الإخوان محبة ورحمة، ومعاملة الأخوات محبة ورحمة، ونعامل الأزواج بمودة ورحمة، وفلدة أكبادنا نعاملهم بحب ورحمة، ونوقر كبيرنا ونرحم صغيرنا، ونرحم المساكين، ونحب الصالحين، ونحب القرآن وأهله، ونحب أهل بيت رسول الله وأصحابه، ونرحم الضعيف، ونحب الخير للخلق أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة الناس، رحمة العامة. والرحمة بالخلق والرأفة بهم من أعظم أخلاق النبوة التي من حازها ظفر بخير كثير. ولقد مر معنا من الأحاديث مغفرة الله لمومس سقط كلبا، وما أوصى به المصطفى صلى الله عليه وسلم من الرفق بالدابة والبهيمة والذبيحة وغير ذلك كثير. وهذه الرحمة بالخلق والمحبة لهم من أكثر الأشياء جلبا للخير والنفع للعبد في عاجله وآجله، ولا يمنحها الله تعالى إلا لمن أحبه واستخلصه من عباده. وقد جعل لنيل ذلك سبحانه أسبابا ووسائل شرعها لعباده، منها كي تلين قلوبهم وترقى. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، فقال له: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك.
الرحمة باليتيم وأطعام الجائع وكسوة العاري، رحمة وتراحم، عيادة المريض وصلة الرحم، والرفق بكل مخلوقات الله رحمة وتراحم. الرحمة والحب وسيلتان نافعتان مقربتان لله، القلوب المنكسرة لله في حال المناجات، المعتذرة المتواضعة الباكية من زلتها، الراجية لعفو الله ولفضله، لا يحسن بها إلا أن تكون محبة للخلق، راجية للخير لهم، رحيمة بهم، رفيقة بهم. ولذلك قال الحق سبحانه كما ورد على لسان نبيه: أحب الخلق إلى الله أرأفهم بخلقه، وفي رواية: أنفعهم لخلقه. بهذا يتم الفضل وتكتسب المكارم. جعلني الله وإياك من أهل المودة والمحبة والمكارم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبل الخناس وخاب فيها الآمل، وأيست بوجه النجاة فما لها سبب ولا كل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسى ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه التوفيق لما ترضى، ففضلك كامل. أعزائي المشاهدين الأفاضل، وصلنا إلى فقرة بشارة المحبوب، واخترنا لكم فيها من عطر القول المحمدي النبوي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن محاب الله، قال: إن الله يحب
سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. وقال في مغفرته صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. والحمد لله رب العالمين. أي منقطع
تكفيه بنعمتك. أم أي طالب إليك لم تلقه برحمتك؟ أم أي مهاجر هجر فيك الخلق لم تصل؟ أم أي محب خدا بذكرك فلم تؤنس؟ أم أي داعي دعاك فلم تجب؟ يا من يغضب على من لا يسأله لا تمنع من قد سألك. اللهم كيف نتجاصر على السؤال مع الخطايا والزلات؟ أم كيف نستغني عن السؤال مع الفقر والفاقات؟ أم كيف أجمل بعبد آبق عن باب مولاه أن يقف على الباب طالبا جزيل عطايا؟ إنما ينبغي له طلب المغفرة والتعلق بأذيال المعذرة، لأنك ملك كريم ذللت بجودك عليك وأطلقت الألسنة بالسؤال لديك وأكرمت الوفود إذ ارتحلوا لديك. يا حبيب القلوب